تمت الصحف الصادرة اليوم بأمريكا الشمالية بالنقاش الدائري حول أجندة الرئيس بايدن المتعلقة بالمناخ والتوترات المتزايدة حول أوكرانيا، بالإضافة إلى أزمة الهجرة في المكسيك. وهكذا كتبت يومية بوليتيكو أن أجندة العمل المناخي لإدارة بايدن قد توقفت، مشيرة إلى أن فوز الرئيس الديمقراطي بالسباق نحو البيت الأبيض يعزى في جزء منه إلى تعهده بإيلاء أولوية أكبر للعمل المناخي خلال فترة ولايته. وقالت الصحيفة إن هذا الإصلاح الذي طال انتظاره لا يزال يعيش على وقع الفشل في تجاوز عقبة الكونغرس. وفي موضوع آخر، كتبت صحيفة واشنطن بوست أن الأنشطة الدبلوماسية المكثفة خلال نهاية الأسبوع فشلت في نزع فتيل الأزمة حول أوكرانيا، مبرزة أن موسكو تواصل تصعيد الضغط على الحلفاء الأمريكيين داخل الناتو وكذلك على كييف. وفي المكسيك، كتبت يومية إل سول دي ميخيكو أن أزمة الهجرة تتفاقم يوما بعد آخر، وخاصة مع قدوم ما لا يقل عن 500 مهاجر جديد إلى الحدود المكسيكية في اليوم. وأوضحت اليومية أن ولاية تشياباس تعيش أزمة خانقة في الأيام الأخيرة بسبب توافد عدد كبير من المهاجرين.